this roller coaster ride. فلوج جديد، فلوج رقم 6. مش من عادتي ان اكتب سكريبت الفيديوهات، لكن فلوج النهارده مختلف عن باقي الفلوجات اللي عملناها، ونحاول نفتح موضوع ونتناقش فيه. فقبل ما نبدا، لو حابين النوع ده من الفلوجات انزلوا اكتبوا تحت في الكومنتات. يلا بينا نبدا. ازاي تبدا سنه 2019 صح؟ ناس كتير بتعدي عليها سنين وسنين وما بتغيرش اي حاجه في حياتها، وده ليه؟ لانهم بيكونوا محصورين جوه دايره، مش عارفين هم رايحين فين ولا جايين منين. فمن هنا خلينا نبدا ونقول اول حاجه نبدا بيها في 2019. اول حاجه، ايه المانع لما يجي يوم 31/12/2018 الساعه 11:59 في الليل تقوم تتوضى قبل الوقت ده بخمس دقائق، وتقوم تصلي من الساعه 11:59 للساعه مثلا 12:05، يعني 6 دقائق، او حتى على الاقل تصلي ركعتين لله عز وجل. تكون وقتها اخر حاجه عملتها في 2018 هي الصلاه، واول حاجه عملتها في 2019 هي الصلاه. تاني حاجه، لجسدك عليك حق، فلازم تحافظ على جسمك وعلى صحتك من اي سوء. تالت حاجه، الدين هم بالليل وهم بالنهار، حتى لو كان الدين لصاحبك اللي قريب منك امان عليك تسلمها في اقرب وقت. رابع حاجه، كلمه طيبه صدقه، زور المريض بكلمة طيبة، صالح صحابك بكلمة طيبة، صالح ابوك وامك بكلمة طيبة، ابدأ سنتك بكلمة طيبة. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة من فلوج النهاردة. ما تنسوش لايك، سبسكرايب، شير لاصحابك، واستنى الفلوجات الجاية. سلام. Did I sleep away the day 'cause I was tired? Or did I get tired 'cause I slept too much? Slept too much.